السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه معلومة طيبة أحببت أشاركها معكم، وأنا تعلمتها من الدكتور أحمد السيد جزاه الله خيرا في برنامج صناعة المحاور، حين كان يتكلم بمحاضرته القيمة إعجاز القرآن عند المتقدمين، وذكر أن العرب يعني المتأخرين الآن يتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه أخذ من الكتب السابقة، يعني كتب أهل الكتاب اليهود والنصارى. فيذكر الدكتور أحمد السيد كلاما قرأه في كتاب براهين النبوة للدكتور سامي العامري. سامي العامري متبحر في التوراة والكتب القديمة، فذكر أنه في كتابه أجرى من بعض ما صنعه، أنه أجرى مقارنة قصة يوسف عليه السلام، وهي قصة مهمة جدا، قارنها بين التوراة وما ذكر في التوراة وما ذكر في القرآن، فوجد 50 فرقا، وجد 50 فرقا فقط في قصة يوسف عليه السلام. الشيء الجميل أن القرآن يذكر في آية، اسمعوا هذه الآية يا إخوتي، في سورة الأنبياء الله سبحانه وتعالى، في سورة الأنبياء الآية 105، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه جاية في القرآن. الآن العرب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان لديهم اطلاع على الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس أولا لم يكن مترجم إلى العربية، وثانيا أنه كان فقط في أيدي القساوسة، يعني الناس العاديين لم يكن لديهم أي قدرة على قراءة النصوص المقدسة، يعني في الكتب، يعني التوراة مثلا كانت فقط بيد القساوسة في الكنائس والأحبار عند اليهود، أما الناس العاديين لم يكن لهم قدرة على ذلك، وبالتالي العرب لم يكن لديهم أي اطلاع على ما وجد في الزبور وما وجد في التوراة إلا القلة القليلة. الرسول عليه الصلاة والسلام نقل لنا القرآن كما أنزله الله عليه. محمد صلى الله عليه وسلم ما قرأ الزبور ولا كان يعرف يقرأ أصلا، كان أميا. الآن الشيء العجيب أن الطبري، وهو من أعظم من فسر القرآن، هو يعني مثل ما بيقولوا القمة، كل يأخذ عن الطبري في تفسيره، الطبري قال الزبور هو لم يحدد الزبور بأنه الزبور الذي أنزل على داود، إنما قال الزبور هي الكتب السابقة لأنه لم يكن لديه اطلاع. ولكنك الآن بما أن التوراة مترجمة إلى اللغة العربية، أنا عندي الآن التوراة بالنص عند اليهود، النص العبري، وموجودة على موقع سان تكلا باللغة العربية، القديس تكلا موجودة باللغة العربية. الآن لو فتحنا على الزبور بسالمز تبع موجود في التوراة العهد القديم، وذهبنا إلى الإصحاح 37، وأتينا إلى الرقم الآية 29، لو أعرف أقرأها بالعبرية قرأتها لكم، هذه هي بالعبرية موجودة هنا، انظروا هذه هي في العبرية، أنا لا أستطيع قراءتها، لكن أقرأها في الإنجليزي وفي العربي طبعا معروفة هي: The righteous, righteous يعني الصالحون، righteous shall inherit the land and abide forever in it، الصالحون يرثون الأرض ويعمرونها أو يعمرون فيها. هذه هي الترجمة، هذه لم يكن العرب اطلاع عليها، ولم يكن الطبري أصلا يعلم بها، ولا أحد من المفسرين القدماء كان يعلم بهذه أبدا. إذن هي حرفيا حرفيا كما قال الله سبحانه وتعالى: وكتبنا في الزبور من بعد ذكري أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهذه هي نفسها. هذه خاطرة جميلة جدا.
الشيء الآخر في قصة يوسف عليه السلام، أنك إذا عدت إلى التوراة العهد القديم وقرأت قصة يوسف، فسوف ترى ذكر فرعون 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 فرعون، كله فرعون. في القرآن ما وردت كلمة فرعون أبدا، إنما الملك. هذا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك يعني، ولم يستطع قراءة الأحرف الهيروغليفية. عندما تمت قراءة وترجمة الأحرف الهيروغليفية ظهرت قصة يوسف للعالم، وثبت لنا أن سيدنا يوسف عليه السلام لم يكن في عهده فراعنة، إنما كان الملوك الهكسوس. ولذلك القرآن كان يقول الملك ولم يقل الفرعون أبدا، بينما في العهد القديم فرعون فرعون فرعون. فمع أن كلمة ملك ملك نفسها في اللغة العربية والعبرية على فكرة يعني. فلذلك يعني سبحان الله، هذه كلها أدلة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن على اطلاع على تلك الكتب القديمة أبدا، ولم يقرأها، وإنما الذي أنزل التوراة هو الذي أنزل القرآن، الله سبحانه وتعالى. ففعلا ممتعة جدا، أنصحكم بالاطلاع عليها، كتاب براهين النبوة للدكتور سامي العامري، أو تستمعون لمحاضرة الدكتور أحمد السيد حفظ جزاهم الله خيرا كلاهما في إعجاز القرآن عند المتقدمين. الأرض يرثها عباد الله الصالحون. الله يجزيكم خير. السلام عليكم.